السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هاني اصدقاء، لاباس عليكم. كنتمنى ربي دائما تكونوا في اشمل الصحه والعافيه. الا كانت هذه اول زياره للقناه فانا احمد جبروك نقدم محتوى تقني كذلك مواضيع حول الجيمر، فاهلا ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله معنا لعبه من مايكروسوفت اللي غتصدر هذه السنه ان شاء الله على ما اظن 21 في شهر 5، واللعبه غادي يكون السعر ديالها تقريبا 50 دولار ومده اللعب اللي فيها هي 8 سوايع. وهذه اللعبه الخوت هي هيل بلايد 2، يعني سينوا ساغا. هاد الشخصيه هذه اللي صراحه كنت لعبت واحد شويه من الجزء الاول، فعلا قصه خياليه، قصه تخليك تمشي في واحد العالم سفلي، عالم مليء بالرعب مع هاد الشخصيه هذه اللي عندها واحد المرض ذهني. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اعلان اللي دار في مؤتمر مايكروسوفت. هاد اللعبه اللي صراحه اول مره نشوف تريلر، يعني اعلان خرافي. ماشي كنطبل هاد اللعبه اولا كنمدح في هاد اللعبه حيت غاب غيت وكاك، ولكن صراحه من الاعلان كتحس انك غتلعب بلعبه خياليه. زائد لي زيفي اللي في اللعبه راه ما يمكنش، اما الساوند تراك الموسيقى راه ما يمكنش. الموسيقى الخوت في هاد اللعبه راه 2D، وانت واخا 2D كتحس بها انها 3D. علاش؟ لان في كل جهه كتسمع اصوات. اصلا الشخصيه ديالنا مريضه، يعني مريضه شي حاجه سميتها الهلوسه، يعني كتخيل شي حوايج هما في الواقع ما كاينينش، وباني واحد العالم تصوري ديالها، واحد العالم مخيف، عالم سفلي كما قلنا، جهنم باختصار، دايرها في المخيله ديالها، يعني كتسمع شي اصوات. صراحه التجربه كانت واعره مع الاعلان، فما بالك باللعبه. دابا غنمشيو مباشره نشوفوا واش هاد اللعبه اللي كنهضر عليها انا واش فريمون الاعلان ديالها زوين ولا لا. وكنتسنى لي جيم ديالكم على هاد الفيديو باش نزيدوا فيديوهات اخرين باش ان شاء الله نكبروا الكونسيبت. فاحنا بقى لنا والو نوصلوا ل 30000 مشترك، ففضلا وليس امرا هبط دابا قوم بالاشتراك في القناه ونكملوا الفيديو. دابا غنمشيو مباشره الاعلان الرسمي من شركه مايكروسوفت. لاحظوا معايا الجرافيك. Do you hear it? The heartbeat of the lost ones. بالنسبه لخوت القصه ديال سينوا، بعد ما الفايكينغ دمر القريه ديالها، وبعد ما شخصيه سينوا كتحاول ما امكن محاوله البقاء، حيت شخصيه سينوا ماشي سوبر هيرو، ولكن شخصيه كتحاول تنقذ راسها وكتحاول توصل لهذا الفايكينغ، اللي هذا الفايكينغ ما خلى حتى شي واحد من القريه ديالهم. والدليل هو الدمار الشامل اللي كاين في هذه القريه. صراحه اجواء مرعبه، ومازال ان شاء الله غادي نكتشفوا اكثر واكثر في هذا الاعلان. هذا كملوا. بالنسبه للحروق اللي كاينين في وجه سينوا، هاد الحروق اللي ما كيعرفش القصه ديال سينوا، فالاب ديالها هو اللي حرق ليها يعني الجسد ديالها، بحكم انه كيامن بواحد المعتقدات. ربما كيظن باللي سينوا الابنه ديالو هي لعنه، مما ادى الى عزل شخصيه سينوا، عزل تام، وبالتالي عاش واحد التجربه مريره حتى كانت هربات مع الحبيب ديالها. ربما كنتو كتعرفوا القصه ديالها، اولا بغيتونا نهضروا على القصه ديالها، فان شاء الله خلوا لي سؤال في خانه التعليقات. نكملوا مع هذه الشخصيه هذه. وللاسف انا كنقولها في هذا الفيديو، اللعبه ما غتصدرش الجهاز الاكس بوكس الوان والوان اس، مع الاسف نهايه الالعاب في الوان والاس. العاب 2024 كامله غتخرج في الاس سيري اكس، والناس ديال بي سي جيمر يعني منصه ديال ستيم هما اللي غادي يقدروا يلعبوا. واللعبه راه غتنزل على الجيم باس، يعني الناس اللي عندها لابونمون ديال الجيم باس راه غتلعبها من النهار الاول في شهر 5 ان شاء الله. ونكملوا الاعلان. Inside me, tell me to let go.
The shadow will always hang over me. اي فوالا كما شفتوا اللعبه غتنزل على الجيم باس وغتنزل على الاكس بوكس سيري اكس والاس وعبر منصه ستيم، يعني ممكن تشريها تقريبا ب $50 او لا كان عندك الاكس بوكس سيري اس راه غتلعبها فابور، يعني مجرد انك تكون عندك لابونمون ديال الجيم باس فانت غتلعبها فابور. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على الاشتراكات ديال الجيم باس التيميت فهي ديسپونيبل سور موقع ايصال، فبغيت اي حاجه ان شاء الله ممكن تواصل معنا شخصيا ونعطيك المعلومات على الاشتراك. وكمعلومه على لعبه هيل بليد 2، اللعبه غتكون ديجيتال، يعني اللعبه غتخرج في الاكس بوكس وفي ستيم وما غتخرجش لينا سيدي، يعني الناس اللي عوانين يشريوا هذه اللعبه سيدي راه ما كايناش. دونك اخي الكريم وجب التنبيه باش تعرف اللعبه فين غتلقاها، غتلقاها فقط في الجيم باس وفي الاكس بوكس وغتلقاها في ستيم. اما بالنسبه للناس ديال الاكس بوكس الوان والاس اخي الكريم مع الاسف جا الوقت باش دير ابجريد وتنتقل من الاكس بوكس الوان والاس تنتقل للاكس بوكس سيري اس والاكس. علاش؟ لان الالعاب المقبله ان شاء الله مازال نهضروا، مازال كاينين فيديوهات ان شاء الله، ربما غدا ان شاء الله نحطوا فيديو على المؤتمر كامل، مي حبيت ندير فيديو كامل لهيل بليد تو نظرا للجبروت ديال الاعلان والقوه ديال الاعلان والسون تراك. راه ما يمكنش، ضروري خصك دير الكاسك او لي زيكوتور باش تسمع السون تراك، وصراحه اجواء مليئه بالغموض وواحد الرعب وانت كتعيش مع هاد الشخصيه هادي المريضه ذهنيا. وان شاء الله ان شاء الله علاش لا ما نديروش ريفيو فاش تخرج اللعبه في القناه. عندي طلب واحد هو انكم تسيبورتيو هذا المحتوى بلي لايك ديالكم باش نقدروا نديروا مراجعات بزاف. ان شاء الله كاين مواضيع حصريه غتكون ان شاء الله في القناه، غنحاول ما امكن ننزل على الاقل فيديوهات حد جوج ولا ثلاثه فيديوهات في الاسبوع، وان شاء الله بالسيبور ديالكم غنوصلوا ل 30000 مشترك اللي ما بقى لنا والو نوصلوا ليها. اما الان اخي الكريم اضرب لكم موعدا في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، احبكم في الله دائما وابدا، غزه وفلسطين في القلب، واللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجا بينهم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.